أحدثت سارة شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها ببث مباشر مع أحد الناشطين المعروف باسم ريان، وأكدت سارة إن ما بتحب الشعب العراقي وأصرت على هالأمر على الرغم من محاولة الأخير إقناعها بأنه الشعب بيستحق المحبة، مشيرة إلى أنه عنده الكثير من المتابعين من هالبلد. أنا ما أحب أهل العراق بصراحة، ما أحب. لا 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 لا، جمهوري كبير في العراق سارة. على جنب، أنا ما لي شغل فيك، خلي أنا أرتاح. لا 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 بليز، أهل العراق راسي. ولما سألها عن السبب أجابت بأنه المنافقين، وأضافت أنا ما بحب أهل العراق الصراحة لأنه أهل النفاق. وواصلت هجوما قائلة يا خوني يا أهل العراق، مين خان صدام حسين غيركن؟ وعلق الناشط على إثر ذلك إنه ما بيشارك الرأي، وعلق أنا مالي دخل باللي بتقوليه، خلاص يا سارة أحب أقول للعالم كبروا راسكن. ولم يمنع هذا سارة من مواصلة هجوما، إذ تابعت قائلة يا خوني يا أهل العراق، أنا تاج راسكن، أنا ما ببلعكن، أهل العراق هن أهل النفاق والشقاق وعساهم حياتهم وأسوأ إن شاء الله. وليش وإيش السبب؟ لأنهم معيورة، أهم منافقين، لو جينا جد منافقين، أهل النفاق والشقاق أهل العراق. لا أنا أحب أهل العراق على رأسي أنت فديتكم. لا 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 سارة بليز، لا 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 تغلطين عليهم، حرام. أنا أهل العراق حسستي ما أدري منهم أهل العراق، أخوانا يا أهل العراق صدام من شعر غيركم، من خان صدام غيركم. وعلى إثر الهجوم اللي تعرضت إله، سارع ريان إلى تقديم اعتذاره من خلال خاصية ستوري على حسابه على إنستغرام، حيث كتب العراق جمجمة العرب وكنز الرجال ورمح الله في الأرض. تصريح سارة بطمة عرضها لموج كبيرة وهائل من الانتقادات، خصوصا وإن انضمت إلى خانة إثارة الجدل والمشاكل إلى جانب شقيقتها دنيا بطمة وأيضا شقيقتها ابتسام بطمة المتورطة بحساب حمزة مون بيبي على إنستغرام، والمتهم بفضح وابتزاز المشاهير. وكانت دنيا بطمة قد خرجت عن صمتها وعلقت بصراحة ولأول مرة على حبس شقيقتها ابتسام، ونشرت دنيا على صفحتها الرسمية عبر إنستغرام صورة لشقيقتها، ووجهت من خلالها رسالة قالت فيها طبيعي ما يعرفوا نعمة الأخت أو طعم الأخوة لأنهم ما ذاقوه، تعلمنا حتى لو متنا ما نطيح، أنت أطيب وأجمل، وكوني متأكدة إنه حقي وحقك ما رح يضيع، والله رح يتوليهن جميعا، يمهل ولا يهمل.